صوته واحد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كالعادة قبل ما نبداو كنتمنى انكم تهبطوا وتابوناو معنا. وصلوني بزاف ديال لي ميساج من الالتراد اللي كتشجع المغرب التطواني، اسم ديالها لوس ماتادوريس. كنتمنى انني نكون نطقتها مزيان لان باللغة الاسبانية. هاد الالترا اللي مش حال دوني كباغي ندير عليها الرياكسيون، الا ان اليوم جات الفرصة بعد ما تلقيت بزاف ديال لي فيديو من الناس. المهم صفتوا لي جوج لي فيديو غادي ندير عليهم الرياكسيون. الاول في المقابلة ديال تطوان ضد الجيش الملكي، نشوفوه هو الاول عاد نهضر. كيوجدوا التيفو. ملي تهضر على تطوان كتهضر على الاجواء الاسبانيه، كتهضر على الاحترام، كتهضر على مدينه اللي قليل فيها نسبه الاجرام الى قلنا مول عديمه. زعما برافو عليهم. ماشي ملي كنهضر دابا على تطوان الا ان هادشي اللي كيتقال على تطوان. ملعب عامر كامل. صوت واحد. مرحبا راح حتى النهايه. كيفاش في الصحراء كالعاده كيدوروا الفرجة في المدرجات. أرضية الملعب قليل فاش تلقى الفرجة. ولو أن تطوان في البداية ديالها كانت كتلعب بالطريقة الهولندية تيكي تاكا، إلا أن من بعد للأسف الفريق ولا ضعاف. الجمهور باقي واقف. سمينا المجاهد. لا صراحه باش نهضروا على تطوان، راه من احسن الالترات، من احسن الالترات في المغرب. وباش نهضروا على المغرب التطواني غادي نلقاو انه ملي طلع القسم الاول، ملي رجع ماشي طلع لانه كان شحال هذه في القسم الاول ونزل، دابا ملي طلع
جاب واحد القوة، جاب واحد استراتيجية اللي كانت مزيانة، كيلعب بطريقة فرجوية بالأداء دا البطولة، وصلنا لنهائي كأس العرش، دار بزاف ديال الحوايج. ممكن أنني نقول بحاله بحال طنجة، لأن في الأول كان الفريق مزيان، الجمهور مزيان، دابا في هذا الأخير كنشوف الفريق أنه للأسف مازال الانسجام ما كاينش، جابوا لعابة جداد، سمحوا في لعابة قدام، الجمهور دابا هو اللي كيبان أنه هو اللي كاين، في انتظار أن الفريق يكون شي فريق اللي يستحق هذا الجمهور بحال هذا، اللي كتلقى جمهور بحال هذا بحال الجمهور التطواني، كيحس في النفس أنك كتلقى فريق اللي ما كيوصلش داك الشيء اللي بغى هذا الجمهور، ما كيوصلش الطموحات ديال هذا الجمهور. المهم ندوزو الفيديو الثاني اللي هو عبارة عن أغنية، أغنية يمكن لي نقول أغنية كانت كما دوزنا الأغاني ديال الألترات الفايتين، كتعاني المشاكل اللي كيعيشها الشعب المغربي أو الشباب المغربي أو أي واحد من الطبقة الفقيرة. ألترا لوس ماتادوريس 2006. بغيتكم تقولوا لي في الكومنتار وقتاش تأسست، واش 2006 ولا 2005؟ واش 2005 ولا 2006؟ دابا نسمعوا الأغنية ونعطيو الرأي ديالنا فيها. كيتمنى يعيش في أرضه، ضروري حدا والديه في بلاده، البلاد اللي والو ما عطاتو، أي للأسف في وجهه شداته، الغربة حل وكيبوس من أي أم، يا العالي شوف من حالي نعيش بلادي بكرامتي. بلاد نصيحة لا تلين، نصيحة لا تلين، الانتحار والمر المسكين، سويطارات كل شرجة بريبين، كل شرجة بريبين، لأي دمرة وتعمر السيفين، وظيفة خاصة بك صاحبي، وظيفة خاصة بك صاحبي، حبك يا الحمراء راح برافو عليك. الى تلاقيني يا مور، غادي نمشي حيت عايش مقهور، غادي نمشي حيت عايش مقهور، تبقى فيا نكبر ديدا، ملي نمشي ونخليها وحيدة، تسهر ليالي وتبكي على الكردة، تطلب من عالي رجع لولدة، إذا وصلنا لآخر هذا الفيديو. الصراحة المغرب التطواني عنده إلترا أو جمهور اللي خصو يعتز به، إلا أن كالعادة أن الفريق الحالي وبالأداء الحالي ما يستحقش جمهور بحال هذا، خصو فريق اللي كينافس، فريق اللي بحال الفريق اللي كان كينافس ودا البطولة ووصل نهائي كأس العرش. ما ننساوش أن الجيل أحسن جيل ديال المغرب التطواني هو ديال فاش كان زيد كروش، فاش كانوا على فكره تحيه لزيد كروش، انا مازال كنتواصل مع الاخ ديالو لانه من المنطقه ديالنا هنا من جهه اي تحديدو الاصل ديالو، وتحيه ليه، وكنتمنوا ان المغرب التطواني يرجع للعهد ديالو، يرجع كما كان، يرجع بالقوه ديالو، ما يكونش فريق ضعيف اللي جاي يغلبوا في الميدان ديالو. وصلنا لاخر هذا الفيديو، كتحيه للناس تطوان، تحيه للالترا ديال تطوان والجماهير التطوانيه. السلام عليكم.